بداية مع ملف التعليم وخلاص بقى، كل سنة حضراتكم طيبين. دلوقتي داخلين على الامتحانات، يعني البداية هتبقى يوم 8/5 إن شاء الله. فبنتكلم إن وزارة التربية والتعليم أرسلت خطابات للمديريات المختلفة، أكدت فيها على إنه إن شاء الله هتبتدي امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني. البداية هتكون يوم 8 مايو، هتنتهي إن شاء الله يوم 23 مايو. يعني نبتدي بقى كل الطلبة وكل أبنائنا ياخدوا بالهم ونبتدي دي بقى نذاكر، ودخلنا في الجد خلاص. وضحت كمان ان ورقه الامتحان هتكون عباره عن اسئله اختيار من متعدد بنسبه 85%، وبالتاكيد كمان في اسئله مقاليه، احنا متعودين دايما بتبقى 15%. الاسئله المقاليه هتكون بالتاكيد ورقيه، وهتبقى في نفس التوقيت واحد مع الامتحان اللي هو الاختيار من متعدد الالكتروني. الطلاب بقى اللي ما استلموش مثلا التابلت، او لا قدر الله وقع، اتكسر، فقد، هيعمل الامتحان بتاعه كله ورقيا. يعني الطلاب دي هيعملوا امتحانهم سواء بقى الاختيار من متعدد او الاسئله المقاليه هتكون ورقيا. كمان الوزاره اوضحت ان هيكون الامتحان الالكتروني والامتحان الورقي هيبقوا هما الاثنين في نفس الوقت، والامتحانات اللي هي الخاصه بطلاب الدمج هتكون ورقيا فقط. وقالت كمان الوزاره او شددت على بعض الامور، خلينا نتوقف عند ابرزها سريعا، ان اسئله الورقه الامتحانيه هتكون في حدود المقرر الدراسي المستقبلي هدف بالتأكيد. يعني مش ما فيش بقى موضوع ان من بره المنهج ومش من بره المنهج، ده طبعا غير وارد على الإطلاق. كمان الأسئلة هتتوزع على نواتج التعلم للمادة، وده طبق او وفق الوزن النسبي ليها، دي حاجه طبعا بتبقى خاصه بالوزاره. وكمان الاسئله هتغطي مستويات مختلفه من الصعوبه، يعني هتكون زي ما بنقول في جزء للطالب العادي، جزء للطالب المتميز، جزء للطالب المتميز جدا، علشان يبقى في اختلاف في المستويات والتحصيل او قياس للتحصيل الدراسي بالنسبه للطلاب بجميع المستويات. كمان الاسئله هتتدرج بين الاسئله السهله، البدايه دائما تكون مع الاسئله السهله، وبعد كده تدرج تدرجا الى السؤال الاصعب، عشان دايما واحنا صغيرين الحقيقه كنا ندخل نلاقي فيه سؤال صعب، مثلا السؤال الاول او السؤال الاجباري. زمان كان في اسئله اجباريه واختياريه، معرفش ده لسه موجود ولا لا، تدخل تلاقي السؤال صعب خلاص المكنه وقفت. فدلوقتي ما فيش الكلام ده، لا الاسئله هتبقى مش سهله، فهتمشي هتمشي تمشي لغايه السؤال الصعب. والله ده هيقيس بقى استيعابك كطالب عادي ولا طالب متوسط ولا بالتاكيد طالب مميز. ربنا يا رب ينجح كل ولادنا ونركز ان شاء الله، وان شاء الله هتعدي على خير. وبالتوفيق لكل الطلبه. يعني بالتأكيد مرحله الثانويه العامه بتكون مرحله مهمه، لكن دلوقتي بقت ثالثه ثانوي بس هي الشهاده. يعني زمان كان بتبقى مثلا ثانيه وثالثه، في ناس بتقول ده الأصعب وفي ناس بتقول ده الأصعب، لكن في النهاية اللي بيذاكر ما بتبقاش في حاجة قدامه صعبة. فبالتوفيق للجميع بإذن الله.